يعاني الأطفال السودانيون من سوء تغذية الحاد، فيما يتكدس 500,000 نازح في مخيم زمزم بولاية دارفور بالسودان. أشار تقرير أممي صدر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة إلى أن مطار الفاشر غير صالح لإيصال المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن. الأطفال الخسر الحقيقي في أي صراعات وحروب حول العالم، وفي مخيم زمزم بولاية دارفور بالسودان لا يختلف الوضع، حيث يتكدس نحو 500,000 نازح بسبب القتال في الفاشر القريب، من بينهم 63,000 طفل يصنفون أنهم يعانون سوء تغذية، و10% منهم يعانون سوء تغذية حاد. ومع انزلاق البلاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، تم تعليق غالبية عمليات الإغاثة بسبب العنف. وأشار تقرير أممي صادر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة إلى أن مطار الفاشر غير صالح لإيصال المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن، وأن آخر شحنة من المساعدات الغذائية إلى مخيم زمزم كانت في إبريل الماضي. النتيجة التي توصلت إليها لجنة مراجعة المجاعة المرتبطة بمعيار معترف به دولياً يعرف باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها الإقرار بحدوث مجاعة منذ وضع المعيار قبل 20 عاماً. تأتي نتائج لجنة مراجعة المجاعة في موسم الجفاف في السودان، والذي يصل فيه توفر الغذاء إلى أدنى مستوى، ويخشى خبراء من أنه حتى بحلول موسم الحصاد في أكتوبر ستصبح المحاصيل نادرة، لأن الحرب منعت المزارعين من غرس بذورهم. وتظهر النتيجة مدى ما تسبب فيه الجوع والمرض من خسائر فادحة في السودان، حيث تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع في أكبر أزمة نزوح في العالم، وتركت 25,000,000 شخص، أي نحو نصف السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.